استأذن منك وانت عرضت فيلم في المهرجان جيت انت زعلان وعلى فكره عشان بس ما اكونش قلق يعني انا كان مفروض لو كان في اصلا حسن تقدير ولا تنظيم ولا اي حاجه من الجهه المنظمه بقى سواء كانت البنك او غير البنك يبقى انا لما اجي اعرض فيلم ولا فيلمين ده بقى مش عرض عشان انت بتقول الارض لا مش الارض انا اللي كنت الاصلا اللي كنت هو عبد الخزن ما كانش عن حاجه ثانيه في النزل احد الفيلمين اللي عرضه والتاني مش فاكر كان ايه الفيلم التاني لكن عرضت على الفيلمين بالظبط ده اصلا اسهام انا العرض اللي بعرضه لاي فيلم في اي حته في الدنيا ما بيجي اي طرف في الدنيا يتعامل معايا عرض فيلم ولا عرض فيلمين ده له تكلفه وتحديدا 3000 دولار لما بيجي بنك الدولي يقول لي اعرض فيلم ليه؟ اسهام ما بقى اصلا لا اذكر لك لا قيمته ولا تكلفته ولا معناه ما عندناش فلوس عشان يا سيدي ما انا ما بدي انا اللي بتطوع ماشي. انا اللي بتطوع فما عايز اقول ان انا مش بتكلم مش ارض اللي اقدر عليه اللي حيلتي بقدمه ما احنا قلناش انا راجل بتاع سينما بعرض فيلم ولا فيلم بس له قيمه ما بطلبهاش بتطوع بيها يبقى ده يبقى ما تقوليش ارض اصل كان بتحددني في ارض لا انا اقدر اقدم 1000 مره مش انا وغيري نقدر نقدم 1000 مره اكتر من كده لما يجي العمل يتنصب لما احنا ننصب روح احنا وانا بتكلم هنا على اني جزء منه وما انا ما ينفعش ولا يصح ان الحوار يدور على ان الحوار المهرجان ده ما ده مهرجان تونس واخد بالك مهرجان تونس وانا جزء من تونس مانيش من براها ماشي يا استاذ احنا بنتكلم دلوقتي البنك دلوقتي لا يعني اصل البنك دلوقتي يعني ممكن اقول اي طرف تاني ما يعرفش ما يعرفش اهلنا هنا يتصور ان انا طرف والمهرجان طرف دلوقتي يا استاذ شفيع يا استاذ شفيع يا ابني دلوقتي البنك عرض تونس عرض السنه اللي فاتت لمحمود الشريف ماشي محمود الشريف ابى ما اباش هو حر السنة دي زي السنة دي كده البنك احنا من حقنا ان احنا نقول للبنك لا ما تنظمش ده حق ماشي لكن انا دلوقتي انا مستفيد محمود يعني ايه رأي رسمي؟ نعم يعني ايه رأي رسمي؟ هو يعتبر هو اللي بيمول المهرجان هو بيمول المهرجان كله عاوزين تكلفة مسؤولين عنه طب جميل بس راحة عشان اتفضل لازم نعرف اتفضل كل كلمة بنقولها اتفضل اللي بيشارك زي بأي حاجة ارض فيلم عفريت اي حاجه ده مش يبقى ايه موقعه اسمه ايه مشهور مش راعي ولا ما هوش راعي اصلا ده مساهم مساهم يعني ايه راعي ولا مش راعي لا مش راعي مين الراعي يعني ايه راعي ويعني ايه رسمي ويعني ايه كل حرف بننطقه علشان خاطر اعرف احنا بنقول ايه اولا انا بزعم او بتصور او كنت اتصور ان انا احد رعاة هذا المهرجان بما قدم عرض فيلم فيلمين اي حد ماشي واني ممكن اقول اقدم قد كده 1000 مره لو في بس تنظيم في حد عايز بيحدد عايز ايه بيقول لي عايز الارض حاضر عايز فيلم فيلمين حاضر عايز اي حاجه حاضر مثلا مش بتكلم هنا بقى سيبك من طلع شفيع بره اعتبر ان كل بني ادم هنا يستطيع ان يقدم لك خدمه مش خدمه مساهمه مشاركه تصري يعني عصام عادل اي اسم هنا سواء من اهل القريه او من سواء من اهل القريه اللي هم يعني مقيمين هنا لا المقيمين او الاهل اللي هم يعني فعلا ده حصل ما هو ده طيب خلاص يا محمود احنا بنتكلم في ايه؟ بنقول ممكن بقى احنا نعمل احنا نحن عملنا المشترك لما يتنظم وما يبقاش كما كان او كما يبدو حتى الان ما يبدوش فيه ان انت منتظم كل الطاقات مثلا ومش هتقدر تنتظم كل الطاقات الا لما يبقى في منظومه مؤسسيه وبنقول ان اللي مش عاجبنا ده الجمعيه اللي هنا ولا الثانيه ولا في اي مش موجوده بنعمل احنا ده الكلام اللي دار بينا واللي احنا بيننا وبيننا وده في الاجتماع الجمعيه ده على ديمة ان هو يفيد ايه؟ يفيد بقى انك في الحاله دي اصلا مش هتبقى تحت رحمه اي حد في الكون يفيد المهرجان ايوه طبعا وهتقدر تتعامل مع العالم كله ماشي وانت مالك ممكن يبقى لك بدل الراعي من القرية ومن غير القرية 100 راعي و1000 راعي لما تنظم
ترجمة نانسي قنقر.